مشاهدينا الأعزاء، أهلاً ومرحباً بكم في نشرة أخبار جامعة المنصورة، وإليكم أبرز العناوين. دورة أكاديمية ناصر العسكرية، دراسات استراتيجية وأمن قومي بجامعة المنصورة. عقد دورتين تدريبية تحت عنوان الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي بمدارس المنصورة كوليدج الدولية للغات. كليتي الهندسة والحاسبات بجامعة المنصورة تفوز ب 23 مشروع تخرج بقيمة 1,000,000 جنيه من أكاديمية البحث العلمي لحل المشكلات التي تواجه المجتمع. جامعة المنصورة تستقبل وفد هيئة فولبرايت مصر لبحث منح دراسة الماجستير والدكتوراه. جامعة المنصورة تبحث التعاون مع جامعة فليكتورنوفو بدولة بلغاريا. افتتاح ملتقى التوظيف الثاني بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة لعام 2023 تحت شعار كوادر سياحية بفكر مستدام. افتتاح الملتقى التوظيفي 11 بكلية الصيدلة جامعة المنصورة. رئيس جامعة المنصورة يتفقد الوحدات الإنتاجية بكلية الزراعة. استمرار فعاليات مبادرة افهم شارك معا لمكافحة الفساد بكلية طب الأسنان جامعة المنصورة. كلية الحقوق بجامعة المنصورة تناقش جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في ضوء المستحدث من القضاء والفقه. وفد جامعة فليكتورنوفو بدولة بلغاريا يزور كلية السياحة بجامعة المنصورة. استمرار فعاليات مبادرة افهم شارك معا لمكافحة الفساد بكلية التربية جامعة المنصورة. فوز كلية الهندسة بجامعة المنصورة بالمركز الأول في الدورة الثالثة لجائزة التميز الحكومي. زيارة طلاب جامعة المنصورة لقاعدة المنصورة الجوية. تخرج دارس الدورة الخامسة دراسات استراتيجية وأمن قومي بكلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر بجامعة المنصورة. ندوة بكلية الهندسة جامعة المنصورة رؤية عصرية للمياه والمناخ في مصر. استمرار فعاليات مبادرة افهم شارك معا لمكافحة الفساد التي أقيمت بكلية الزراعة جامعة المنصورة. ختام فعاليات مبادرة افهم شارك معا لمكافحة الفساد بكلية الحقوق جامعة المنصورة. تخرج الدفعة 54 لكلية الطب بجامعة المنصورة. انطلاق قافلة قطر الفنون والإبداع 5 لاكتشاف الموهوبين بقرى مركز ومدينة ميت غمر. افتتاح الخيمة الثقافية بملتقى الشعوب لجمع شعوب العالم بجامعة المنصورة بمشاركة طلاب من 46 دولة. جامعة المنصورة تمزج الثقافات العربية والأسيوية والإفريقية مع الثقافة المصرية بيوم الشعوب. افتتاح فعالية المؤتمر الدولي 11 لمركز الأورام جامعة المنصورة. رئيس جامعة المنصورة يشارك بالمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في دورته 55 بتونس لمناقشة التحول الرقمي في التعليم العالي. ندوة المرأة المصرية وبناء الإنسان لطلاب جامعة المنصورة. زيارة طلاب جامعة المنصورة لقيادة قوات الصاعقة المصرية. مشاهدينا، كان هذا موجز أنباء جامعة المنصورة لهذا الأسبوع. كانت معكم هاجر إسماعيل، ونلقاكم على خير.